عسلامة روان عرفاوي. أنا من المتكونين في ورشات قطب المسرح والفنون الركحية بمسرح لوبيرا. فرحانة برشا بالتجربة اللي تعديت، اللي بديت من نوفمبر حتى الماي. تأثير كان ممتاز من الأساتذة، أنا تأثرت عن سي عبد القادر بن سعيد، تأثير كان شامل. حبيت نسقل موهبتي، حبيت نجي هون نشوف، لقيت كل حاجة بارفي موجودة. يعني حتى من الديريكسيون ارتستيك سي شادي العرفاوي سي لطفي كانوا مهتمين جدا، معناها المواضيع بالورشات الموجودة ورشات التكوين. حبينا نعمل بروجي، عملنا بروجي شاركنا بيه في ورشات اختتام ورشات التكوين اللي كانت في جوان. بعد ذلك حبينا ننتقلوا الى المستوى الوطني، معناها شاركنا بجندوبة بملتقى المختبرات اللي تحصلت فيها على جائزة احسن ممثلة بعمل بافيون بي، تأثير سي عبد القادر بن سعيد. وحمد لله معناها فرحانة برشا بالتيتر اللي خديته، وان شاء الله من حسن الى احسن. نشكر ليكيب الكل، معناها من الادارة للاساتذة لصحابي الكل، خاطر كانت تجربة ممتازة جدا، وان شاء الله نكملوا فيها وان شاء الله نواصلوا. الحمد لله.